الزميل محمد جمال يطلعكم على آخر أخبار اليوم. مشاهدينا إليك محمد. شكرا لك سمر، وهذا موجز الأخبار من تين تي في. أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وأشار إسماعيل إلى حرص الدولة على سرعة إصدار مشروع القانون، موضحا أن المشاورات تتم على مدار الساعة لوضع مشروع القانون في صورته النهائية، وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات الدستور المصري الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان. أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة سيطلق خطة المسح الشامل للكشف عن فيروس سي خلال الاحتفالية التي سوف تنظمها الوزارة للإعلان عن نتائج العلاج بالأدوية المصرية آخر سبتمبر المقبل. وقال المصدر إن مجلس الوزراء وافق نهائيا على بدء المسح في 6 فئات على مستوى الجمهورية، ومنهم طلبة الجامعات والمرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات والفريق الطبي ونزلاء السجون والمجندين. وأضاف المصدر أن عددا من الوزارات مشتركة في عملية المسح، وهي الداخلية والتعليم العالي والصحة. كلف وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة إعداد حصر الأراضي بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والتي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وقال فايد إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيدا لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي، كما شدد على سرعة انتهاء من حصر جميع أراضي الإصلاح الزراعي الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة. قال المهندس عبد المطلب عمارة مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه جاري تنفيذ خط مياه قطر 800 متر بمشروع هضبة الجلالة، وذلك بكلفة قدرها 40 مليون جنيه. وقال عمارة إن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 70%، مشيرا إلى أن طول الخط يصل إلى 5 كيلومترات، موضحا أن خط المياه يغذي القرى السياحية التي سوف تنفذ داخل منتجع الجلالة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس مشروع مدينة الجلالة التي تقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر، وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السياحية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمنطقة. قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة أوراق واقعة تورط بعض الصحفيين وأحد موظفي الإدارة المالية في مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج في النقابة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم تشكيل لجنة تحقيق تضم 5 من أعضاء مجلس النقابة وعددا من الخبراء الفنيين والقانونيين لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة في أسرع وقت ممكن. كشف المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية أن مصر تلقت الدعوة من السلطات السودانية للمشاركة في الاحتفالات الخاصة بتوقيع العقود مع المكتب الاستشاري الفرنسي BRL والخاص بتحديد الدراسات الفنية للسد يومي 5 و 6 من سبتمبر المقبل في الخرطوم، بحضور وزراء الموارد المالية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان. وقال أبو زيد إنه لم يتم عرقلة التوقيع، وأن التأجيل جاء نتيجة لعدم التوافق على موعد في السابق، مضيفا أن الخرطوم أبدت استعدادها لتوقيع العقود في 5 و 6 من سبتمبر المقبل. قال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية إن انعقاد مجلس النواب الليبي خطوة إيجابية للتصويت على الحكومة، موضحا أن رئيس البرلمان طلب تشكيل الحكومة من جديد. وأكد أبو زيد أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع الجهود التي تقوم بها مصر في التعامل مع الأزمة الليبية
للحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وتطبيق اتفاق السخيرات، موضحا أن مصر تنسق مع كافة القوى السياسية في ليبيا للتأكيد على محورية دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب، داعيا المجلس الرئاسي الليبي للتفاعل بإيجابية وأن يطرح تصورا جديدا مع حكومة الوفاق الوطني. جددت وزارة الخارجية دعوتها. جددت وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين المصريين إلى تفادي التوجه إلى ليبيا في الوقت الراهن على ضوء تدهور الأحداث الأمنية. وقال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية إن الأوضاع هناك في غاية الخطورة لأن معظم المناطق في ليبيا تخضع لعمليات عسكرية. وأضاف أبو زيد أن الدعوة لعدم السفر تنطلق من عدم وجود سفارة مصرية في ليبيا نتيجة للوضع الأمني هناك، وبالتالي فإن السفر إلى ليبيا من شأنه أن يعرض حياة المصريين للخطر. أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يوم 19 من أكتوبر المقبل موعدا لسحب قرعة أمم إفريقيا بالجابون، والتي يشارك فيها المنتخب المصري بقيادة مديره الفني هيكتور كوبر بعد غياب 6 سنوات. هذا ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم 15 من يناير المقبل وتستمر حتى 15 من فبراير من نفس العام. ختاما أشكر لكم طيب المتابعة، ونعود الآن لاستكمال بقية فقرات استوديو الأخبار مع الزميلة سمر نجدة. عودة مشاهدينا، بشكر زميل محمد جمال على هذا الموجز، موجز الأخبار زي ما قلت لكم قبل في بداية الحلقة.